أهلاً أعزائي المشاهدين، برحب بكم أجمل ترحيب من الأراضي المقدسة الجميلة. واليوم إحنا منواصل حديثنا ودراستنا عن شخصيات كتابية، واليوم رح أتكلم عن الملائكة وأتكلم أيضاً عن الرعاة من حقل الرعاة في بيت سحور بجانب بيت لحم. طبعاً كل الأحداث الميلادية ورحلة العائلة المقدسة من الناصرة إلى بيت لحم، وهنا أيضاً في حقل الرعاة كان في نصيب لهم يعرفوا عن هذا الحدث العجيب بواسطة الملاك والملائكة التي سبحت وهتفت في أجواء بيت لحم وبيت سحور. أنا بدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. فأجاب الملاك وقال له: أنا جبرائيل الواقف قدام الله، وأرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا. وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. أهلاً أعزائي المشاهدين من منطقة بيت سحور حقل الرعاة، هذه المنطقة الجميلة اللي شهدت قصة حب جميلة. إذا بترجع للعهد القديم قصة بوعز ورعوث أيضاً اللي أجا منهم عبيد أبو يسى، واللي جاء منه الملك داود، وطبعاً سلسلة النسب بتستمر حتى ولادة يسوع المسيح. هذه المنطقة الجميلة طبعاً في منطقة فلسطين شهدت أحداث ميلادية عديدة. في هذه الفقرة بدي أركز على موضوع الملاك جبرائيل والملائكة بشكل عام. فقصة الميلاد طبعاً رغم الصمت اللي كان بحيط فيها فقط أشخاص قليلون مثل يوسف ومريم مثل المجوس والرعاة، ولربما أشخاص يعني مش كتير اللي عرفوا، سمعان الشيخ وحني، لكن منشوف أيضا تحركات كثيرة، منها تحركات الفلكية، النجوم اللي طبعا المجوس مشيوا أو تبعوا النجم حتى وصلوا بيت لحم، ولكن الله استخدم أيضا الملاك للإعلانات العظيمة والبشارات العظيمة. واحدة من هذه الإعلانات ولاسيما في ميلاد الرب يسوع قام بها الملاك جبرائيل. جبرائيل بتعني جبار الله، الله القدير أو قدرة الله، عظمة الله. وهذا الملاك جبرائيل واحد من الملائكة المذكور أسماءها في ملاك ميخائيل طبعا مذكور في الكتاب المقدس. بالتحديد الملاك جبرائيل ذكر في العهد القديم في سفر دانيال حتى يشجعه ويعطيه بشارة ويشرح له ويفسر له الرؤية والإعلانات الإلهية. ميخائيل من ناحية أخرى هو الملاك المحارب، وهذه الملائكة طبعا في رتب عالية. نفس الملاك جبرائيل جاء إلى زكريا في الهيكل في منطقة القدس طبعا في هيكل الله، وهناك ظهر لزكريا الكاهن وأعلن له إعلان عظيم طبعا عن ولادة يوحنا. وطبعا الهدف من ولادة يوحنا هو حتى يهيئ الطريق أمام الرب يسوع المسيح ويجهز شعب لاستماع وللإيمان بشخصية المسيح أي المسيا. هذا الملاك بشر زكريا في الهيكل العظيم، لكن بعد 6 شهور نفس الملاك ظهر
القديسة مريم العذراء. الظهور الأول كان في هيكل الله، لكن ظهوره لمريم كان في بيت متواضع، في قرية متواضعة لفتاة ريفية بسيطة لكنها مؤمنة وتقية وبارة. فالله ميزها، وفي كل مرة الملاك بيظهر، فمثلا قال لمريم لا تخافي إنك وجدت نعمة عند الله، ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، وهذا يكون عظيما وابن العلي يدعى. واستمر إنه يسوع الذي يولد من نسل داود وأنه يملك على بيت يعقوب إلى الأبد. فظهور الملاك جبرائيل عادة للبشارة المفرحة، فكانت بشارة لدانيال في العهد القديم، كانت بشارة لزكريا في هيكل الله، وأن وعدوا بابن في شيخوخته بيوحنا المعمدان. والبشارة العظمى والافتقاد الأعظم هو في الناصرة لفتاة عذراء عمرها بزيدش عن 15 سنة، وعدها بأجمل وعد أنها ستحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، الله معنا. هذه الظهورات، ظهورات الملاك جبرائيل، ظهورات ملائكية حتى تعلن ببشارة مجيء المسيح، المسيح المخلص. ومن خلال كلمات الملاك نستطيع أن نستشف أنه دائما البشارة هي أخبار مفرحة، هي أخبار سارة، أخبار تبهج القلب بمجيء المسيح. وهذه الإعلانات تمت في ملء الزمان. في أجواء بيت لحم ظهر ملاك أيضا وبشر الرعاة، قال ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود، يعني في بيت لحم، مخلص هو المسيح الرب. هذه الإعلانات تمت في هذه الأجواء في بيت سحور. God can reveal himself evidently in two special ways. It can either be a direct revelation that happened really only in the transfiguration itself when you see the light of God. He can reveal himself also through his prophets and apostles and Jesus Christ through personalities. But mainly when you want a direct message from God, how's he going to come through? Well, the angelic messengers serve that purpose. But face it, a lot of people are startled by angels. They're afraid of them. An easier way is through dreams. See, there you don't have the shock. There you have kind of a semi-reality situation and you're hearing a message. Okay, that's an easier way on people for God to get through. And so here in the New Testament, we have Mary getting the direct revelation via the angel. And the first thing Gabriel has to tell her is, don't be afraid. Same thing with Joseph. No, Joseph got an easier method because in the dream, we have the revelation that indeed Mary was not unfaithful to him, but God the Holy Spirit was responsible, and therefore go ahead with your marriage. من حقل الرعاة نواصل دراستنا في شخصيات كتابية، حديثنا اليوم عن الرعاة وعن الملائكة. ذكرنا الملاك جبرائيل وذكرنا أنه في تحركات ملائكية خلال ولادة يسوع المسيح. طبعا الملائكة هي خلائق روحية
ما إلها جسد، مع أنه بتظهر أحياناً في جسد، ومنشوف تحركات ملائية عديدة سواء في العهد القديم وسواء في العهد الجديد. طبعاً في العهد القديم منشوف في سفر دانيال، في سفر حزقيال، تحركات ملائكية لإعلانات كثيرة. هذه الخلائق لها أعمال ولها مقاصد تتمم مشورة الله ومقاصد الله في حياة البشر. أما في العهد الجديد منشوف تحرك الملائكة، ولا سيما في الظهورات والأحلام اللي كانوا بيكلموا فيها عدة أشخاص في أحداث الميلاد. منشوف مثلا الملاك يشجع يسوع في بستان جتسماني، منشوف مثلا الملائكة اللي ظهرت للنساء بعد القيامة، ومنشوف الملائكة في صعود المسيح، لكن منشوف تحركات ملائكية عديدة في مجيء المسيح ثانية في انتهاء الدهر، في انقضاء الأيام منشوف عمل ملائكي بكل النواحي، وملائكة لها أعمال ولها طبعا قدرات عظيمة، لها ذكاء خارق، وكل الهدف من الملائكة أيضا تساعد العتيدين أن يرثوا الخلاص. هذه التحركات الملائكية سواء في ميلاد المسيح، سواء في صلب وقيامة يسوع المسيح، سواء في صعوده، سواء في مجيئه ثانية، منشوف أنه لها دور، مع أنه إن شاء الرب في المستقبل منخصص حديث خاص عن الملائكة. اللي عاوز أركز فيه أنه الملاك اللي بشر الرعاة بأجمل بشارة جاء لرعاة بسطاء وقال: ها أنا ذا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وطبعا قال للرعاة لا تخافوا، وبعدين فجأة ظهر بغتة جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. هذا المجد حضور الله ظهر من خلال مجيء يسوع المسيح، والكلمة صار جسدا، وأنه رئيس السلام جاء ليعطي الطمأنينة لعالم فعلا، لعالم يائس محبط بيشعر بفشل، ولا سيما تحت العبودية الرومانية. فهذه الرسالة، رسالة الخلاص، هي رسالة حياة لعالم هالك، هي رسالة رجاء لعالم يائس، هي رسالة شبع لعالم جائع، هي رسالة ارتواء لعالم عطش، هي رسالة خلاص لعالم هالك. أبشركم بفرح عظيم، إنه الإنجيل، الأخبار السارة، وأن هذا الإنجيل فعلا بيتحدث عن مجيء يسوع، عن حياة يسوع، عن موت يسوع، وعن قيامة يسوع. وعندما نؤمن بالإنجيل بيسوع المسيح نحصل على الخلاص. فالله استخدم الملائكة حتى يوصل البشارة لأبسط البسطاء، للرعاة. أوليس عجبا العلماء الدين لما سأل هيرودس عن مكان ولادة المسيح لم يحرك ساكنا إنه يجوا على بيت لحم يفحصوا المولود؟ وأليس غريبا إنه كل الناس اللي بتتبع النبوات غير مدركة إنه المخلص قد ولد؟ لكن الرب شرف جماعة من البسطاء اللي هم الرعاة، اللي كانوا يحرسون حراسات الليل، رعاة متبدين يعني في البادية في الخلاء، وهؤلاء الرعاة الرب ميزهم بهذه البشارة. أوليس عجبا أحبائي إنه الرب دايما بيتواصل معنا عن طريق الرعاة؟ فمثلا نقرأ عن هابيل كان راعيا للغنم، نقرأ عن إبراهيم كان راعي للغنم، إسحاق ويعقوب كانوا بيرعوا الغنم، نقرأ عن موسى رجل الله كان راعيا للغنم،
وطبعا داود النبي داود الملك كان راعيا للغنم، عاموس كان راعي للغنم. وعندما تحدث داود بمزمور الشهير قال: الرب راعي فلا يعوزني شيء. وعندما أدان الله رعاة إسرائيل على الإهمال والمسايرة والتهادن وعلى خطاياهم قال في حزقيال 34: ألا يرعى الرعاة الغنم؟ فبدل ما يرعوا ابتدأوا يهتموا ويرعوا أنفسهم. لكن المسيح قال عن نفسه: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. فالمسيح هو الراعي الصالح، هو راعي الخراف العظيم، بل هو رئيس الرعاة. هذه البشارة ميزها للبسطاء وأعلنها للبسطاء وللأطفال وأخفاها عن الحكماء. سمعوا عن أعظم بشارة، عن أعظم افتقاد، المخلص يسوع المسيح. وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفاً عظيماً. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة، تجدون طفلاً مقمطاً مضجعاً في مذود. المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. أهلاً أعزائي، من واصل دراستنا من أمام المغارة في بيت صحور. مثل ما ذكرت أن هذه المنطقة تسمى حقل الرعاة، واللي شاهدت أحداث كثيرة سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد. يكفي أن نقول بيت لحم هي مدينة داود، هي مكان ولادة المخلص الرب يسوع، له كل المجد. لكن خلال ولادة يسوع شفنا أنه في استخدام عجيب، وبكثرة استخدام ملائكة اللي تحركت من مكان إلى مكان في ظهورات في إعلانات، سواء لزكريا، سواء للقديسة مريم العذراء، سواء للرعاة في بيت صحور في حقل الرعاة، سواء للمجوس، وسواء في الإعلانات من خلال الأحلام ليوسف، وطبعا الأحلم حتى كمان يروح إلى مصر وأنه يرجع من مصر. فكان هذه الاستخدامات كلها بإعلانات ملائكية، والله استخدم الملائكة حتى تعلن أعظم بشارة لجماعة بسطاء جدا اللي هي جماعة الرعاة. وبحب أكرر الآية كمان مرة اللي ذكرها الملاك، قال: ها أنا ذا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود. ولما سمعوا هذه الأخبار تركوا المكان وأسرعوا إلى بيت لحم، إلى مكان ولادة الرب يسوع المسيح. والعلامة طبعا اللي بيفهمها الرعاة هي كانت المذود. المذود عادة بيكون مكان لإطعام الحيوانات، ممكن يكون من خشب، لكن في هذه البلاد أغلبها بتكون مصنوعة من الحجر. فلم يجدوا مكان، لم يجدوا موضع ملك الملوك ورب الأرباب سوى أن يقمط وأن يضجع في مذود البسطاء. هؤلاء الرعاة أحبائي في بيت صحور كانوا بيرعوا الأغنام،
وبحسب التاريخ في هذا القرن كان في كتير رعاة في هذه المنطقة يقومون برعاية الأغنام، لأنه بيت لحم مش بعيد كتير عن القدس، عن منطقة الهيكل، حوالي 9 أو 10 كيلومتر بالكتير. وكانوا طبعاً بهيئوا هذه الأغنام، بجهزوها طبعاً، هذه المنطقة تكثر فيها المراعي الخصبة، وكانوا بجهزوها للإعداد طبعاً ليقدموا ذبائح في الهيكل. أوليس عجباً أن الكتاب المقدس بيتكلم عن يسوع المسيح كما قال عنه يوحنا المعمدان، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. والمسيح قال عن نفسه: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائي. في ولادة يسوع المسيح شفنا كيف الله بيستخدم شخصيات كثيرة مثل زكريا وأليصابات، بيستخدم سمعان الشيخ وحني، بيستخدم الملائكة، بيستخدم الرعاة، كل هذه الجماعات البسيطة. الله أعلن عن أعظم بشارة لأقدس شخصية، المخلص يسوع المسيح. وأنا بصلي أنه من أمام المغارة في حقل الرعاة، أنه استفدت من هذه الدراسة، كانت سبب بركة لحياتك. Matthew says that Jesus will be called Emmanuel. And Emmanuel at the beginning of the Gospel of Matthew, together with the presence of the Magi, who are Gentiles who come to find the one who is born the King of the Jews, those two themes tie together like a bookend, a bridge across the Gospel to the conclusion of the book. When Jesus stands on a mountain in the Galilee in Matthew 28, he says, I am the one to whom all authority has been given, and I want you to go out and make disciples of all nations, teaching them everything that I have commanded you. Well, that ties the Magi at the beginning with all the nations of the world at the end. And then what does he say? And lo, I am with you, even to the end of the age. And so the name that is announced for him in the infancy narrative, Emmanuel, God with us, is the name that Jesus proclaims at the conclusion of the gospel. I am with you. In Jesus, we find God's presence with us to the end of the age. Jesus is still Emmanuel. And God has an invitation for each of us. He wants to be a participant in our life. All we have to do is open the door and say, let it be done unto me according to your word. Here I am, Lord. And he'll take the time and he'll gently come in to presence himself in our lives, even today. أعزائي، شرف وامتياز كبير أنه أكون في منطقة بيت لحم، بيت صحور، في حقل الرعاة، أنه أتكلم عن شخصيات ميلادية. الله من كل هذا الكون اختار طبعاً بلدة متواضعة بسيطة أنه يولد فيها المسيح. شفنا كيف أنه الله استخدم الملاك، وشفنا كيف أنه الله بشر الرعاة. استخدم ملاك وقال له: لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت. وبشروا بمجيء يوحنا المعمدان، اللي جاء يوحنا حتى يهيئ الطريق أمام الرب ويعد شعب طبعاً اللي آمنوا بالمسيح. ثم بشر القديسة مريم العذراء، قال لها: لا تخافي، ها إنك وجدت نعمة عند الله. فهذه النعمة اللي وجدتها إنه الله راضي عليها هي موضوع سرور الرب وشبع لقلب الرب. وعندما جاء الملاك، وطبعا الملائكة اللي سبحت في حقل الرعاة، قالوا للرعاة أو قال للرعاة: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. سواء الملائكة، سواء الرعاة، سواء زكريا، سمعان الشيخ، حني،
يوسف، مريم وكل هذه الشخصيات، كل هذه البشائر تتمحور حول موضوع واحد، موضوع الخلاص. مع إنه رسالة الميلاد رسالة فرح، لكن المسيح جاء ليقدم خلاص من خلال موته على الصليب وقيامته من الأموات. الرب يباركك، وبصلي إن الرب يباركك من حقل الرعاة.